كده بره المسجد. كده خرجنا بره المسجد. كورنيش على طول. ده الصورة كده من بره خالص، ده بره المسجد خالص. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.
انتهاء صلاة التراويح في مسجد الجوزاء على الكورنيش. خروج المصلين من المسجد. كورنيش الخبر بقى بالليل زي ما احنا شايفين الكورنيش بالليل في رمضان، ليالي رمضان على كورنيش الخبر وبعد انتهاء صلاة التراويح. كويس ولا لا؟